لكن حتى قلت حتى في شغله حلوه قلت له قلت لهم انزين اي فنيله البس اي رقم انا رقمي بالصغار تحت السبعه وقتها قال لي البس 12 قلت له 12 قال هذا رقمي انا فهمي لما كان ابغاسي هذا رقمي انا وما له صاحب يعني ما حد يلبسه البس 12 قلت خل نشوف 12 هذا مع انه متضايق ان انا سبعه حب سبعه صار لي سنتين سبعه شوف يعني ما اتذكر اي سنوات لان عندي ارشيف مكتوب بالبيت ارشيف مكتوب بس اذكر تقريبا عندي يعني 14 بطوله دوري و15 بطوله كاس حق الرجال فقط نعم. هذا اللي اذكره يعني لكن في تحت 17 بعد بطولات دوري وكاس دوري وكاس كذي في عندي تحت 20 ايضا بطولات لكن احنا مميزين القادسيه وقتها المراحل السنيه مخلصين على البطولات يعني نفسك يمكن بنتكلم عن تفاصيل نادي القادسيه ومن ثم في حلقات اخرى نتكلم كذلك عن موضوع مشاركاتك على مستوى المنتخب الوطني والامانه يعني مسيره حافله على الصعيدين على صعيد المنتخب وكذلك صعيد النادي اذا استمريت مشاركه اساسي كانت فرصه ذهبيه المباراه اللي لعبتها اساسي ما شاء الله تبارك الله اثبت نفسك ضد العربي في مباراه الكاس اهم البطولات اللي حققها فيصل بروسلي مع نادي القادسية المحلية إذن كابتن فيصل بروسلي تميز في مرحلة وفترة الثمانينات على مستوى نادي القادسية ولكن في الغزو الغاشم صلى الله عليه ما يعيده يعني وقفت في هذه الفترة من نادي القادسية ولكن لعبت في الأهلي البحريني وحققت معهم الدوري حدثني عن هذه الفترة هذه طبعا كانت من أجمل فترات مراحل حياتي نعم. حسيت بالاحترافية بشكل مميز نحن كنا هواة ولكن هناك كان لمكان أني أطلع الفريق بعد إصابة أفضل لاعب بحريني في كرة السلة علي كانو نعم. نبي نعرف شلون تم هذا الانتقال شلون اليوم أبو فهد يعني لعب إلى نادي الأهلي طبعا هذه أسميها أنا رحلة بروحها نعم. يعني رحلة تأخذ وقتها نبيها بكل اختصار نعم. بكل اختصار صار الغزو الغاشم قعد شهر ونص مرابط ما بيطلع نعم. يو العراقيين يدورون الجنود اللاعبين عشان يودون العراق يلعبون اضطريت ان اهرب مع عائلتي اللي والدتي واخوي واختي لان زوجي طلعت اوريدي ويا ابوي الله يرحمه ويا خواتي طلعنا الحريم بالبدايه فاضطريت ان اطلع واروح المكان اللي انا يعني زوجتي من البحرين امي من البحرين فاضطريت اروح البحرين عن طريق السعوديه عن طريق البر نعم اذا لما وصلت السعوديه شلون هل تم تقديم عرض من الاهلي البحريني ولا اليوم تمرنت معاهم ولا شلون حدث انك تلعب للاهلي البحريني اول ما وصلت البحرين ما كان أحد يدري لأن الوضع مو واضحة فلما عرفوا أن أنا وصلت في ناديين المنامة نادي أيضا مميز وقوي والأهلي هذا التنافس بينهم شرس الفريقين عندي ربع في الأهلي من أيام ما كنا نلعب أندية أبطال الخليج ضد الأهلي نعم. فسويت زمالة وياهم المنامة أيضا عندي أصدقاء منهم أيام المنتخب تعرفت عليهم نعم. مو أندية أبطال الخليج فالأثنين حاولوا يعني يسحبوني من صوب تمرنت مع المنامة لأن كلمني بسرعة فتمرت مع المنامة 3 تمارين بعدين جتني مكالمة هذه المكالمة من شخصية لا أريد ذكر اسمها في البحرين مع احترامي أقدر لها أقدر الشخصية هذه وشخص عزيز جدا ولا مكانته أصلا في البلد قال لي فيصل باكر تروح النادي الأهلي عند السيد عبد الرحمن كانو توقع عقدك هناك نعم. قلت له يعني قال خلاص تروح هناك تلعب راح تلعب مع الأهلي نعم. قلت له تم طال عمرك أروح وصار لما أكنه لهذا الشخص من مكانه واحترام نعم. قلت له تمام رحت ثاني يوم حق الأهلي زعلوا المنامة قلت لهم يا جماعة لا تلوموني أنا صار حدث ما أقدر أقوله بس لازم أروح الأهلي نعم. قالوا أوكي فرحت الأهلي المنامة خلال الثلاث تمارين أبو فهد ما وقعوا معك؟ لا مو عن ما وقعوا وياي ضامنين أن أنا وياهم تروح التمرين نادي المنامة في نعم. مكان في ما عندهم صالة مكشوف ذاك الوقت نعم. حتى الأهلي ترى ملعبهم مكشوف لا الأهلي انتقلوا ناديهم صح نعم. مكشوف لكن الجمهور أنت تمرن تشوف جمهورك نفتح مباراة يا سلام
وايد جايين يشوفون فيصل بروسلي انه بيلعب بمنامه ومستانسين وكذا وكذا. وكان لي انا صدى وايد قوي في البحرين من ايام الثمانين ما كنت العب انديه ابطال خليج ذهاب واياب. نعم. ضد الاهلي عرفوك الجمهور البحرين. فالجمهور عرفني وعرف ان هذا لاعب كذا 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 مكانته. نعم. فزعلوا شوي بس بعدين قدروا. زعل جماهير المنامه. اي قدروا اخوان والله لليوم. نعم. يعني علاقتي جدا قويه مع المنامه ونادي كبير عريق يعني لا اسمه من قبل ينولد فيصل بروسلي ايام قبل لا يصير نادي المنامه بعد. انزين رحت الاهلي لقيت عبد الرحمن كانوا موجود على قال لي الساعه 6 كذا موجود. هلا شلونك يا ولدي؟ رجال كبير محترم قدير انا اسمي عراب نادي الاهلي. نعم. لمكانته. ويلا تتشرف فيك تكون ويانا وكذا نبيك تلعب. قاعد سولف وياي كذا كذا شنو بخاطرك؟ قلت له طال عمرك ما يعني ما بالعكس انا جاي العب يعني انا اليوم لاجئ اعتبر يعني جاي عرفت لاجئ. فاستغربت ان النادي فتح ذراعه يعني فيصل تعال بس مو غريب على هلا بالخليج لا حضنونا في ذيك الفتره. شوف انا دائما اقول جمله ويمكن البعض يتحسس منها. السنه اللي لعبت فيها في البحرين تضاهي سنوات كثيره لعبت فيها بالكويت. ليش؟ ممكن تقول بعضهم يقول ليش. الاداره والاحتراف والعلاقه بين الجمهور واللاعب، العلاقه بين الجمهور والنادي. يا رجل انت ببيتك اي واحد يطق عليك الباب جايب لك اكل جايب لك شو القصه؟ واحد دق عليك انا عند الباب بطل الله يخليك انا عندي كابتن ياخذ رقمي من النادي. فالجمهور البحريني في كره السله جمهور غير طبيعي. نعم. جمهور مميز ناهيك عن المعامله الراقيه من النادي. نعم. يحسسونك انك انت شنو تبي. نعم. وصار حدث، هذا الحدث انا ما انسى طول عمري ايضا وغريب. وانا في احدى المباريات هناك. نعم. انا كنت اخذ حبوب على اساس الركبه عندي خشونه، ما كنت اعلم ان هذا الحبوب يسبب التهاب اذا ما تاخذه بعد لازم بعد الاكل. كنت اخذه حي الله عريج اي ريج او مو دون اكل، هو لازم عقب الاكل. في احدى المباريات انا او التمارين مباريات اعتقد صار فيني ما وعيت الا خلاص طحت ما قدرت حاسس هني بحرقه وغيبت. خذوني المستشفى اذكر اسمه الانترناشونال هوسبيتال في البحرين. نعم. موجود. دخلوني المستشفى قال الدكتور لازم انت تنام عندك التهاب في راس المعده وكذا 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 بعد الفحوصات. انام كم يوم؟ احتمال اسبوع. اوه اسبوع عندك مباريات. اي وانا ما خلاص ما تقدر تقعد كأنك واحد كبير شايب. فنمت اول ليله ثاني ليله ثالث ليله وطبعا جماهير وناس ورود وما شنو والانديه تبعث مثلا والله كذا كذا. لا تنسى بعد مو بس عشان فيصل بروسلي انه لاعب لا بعد هم تعاطف طبعا هذا انسان كويتي. صحيح. من الكويت. صحيح. كانت اللحمه الخليجيه موجوده وهذه جدا كانت مميزه. صحيح. للشعب للدول المنسة مو غريبه خصوصا عند الاخوان البحرينيين الامانه ناس سمحين ومتعاونين الى ابعد درجه وايد وايد يعني. يوميت اطلع حتى عندي بعض الورق اللي تحمد ام السلامة على الورق على الورد. نعم. ليه محتفظ فيه ما شاء الله تخيل. اي فيوميت اطلع قلت لهم الحين لبس قالوا راح تطلع باكر الصبح. اوكي زوجتي طبعا جتني قالت لي شوف كم عشان ندفع لهم. وقتها ما كان في كارت وهذا كاش. ايه تدفع الظهر الضحى 10:30 11 بمشي عشان اقول لهم لو سمحتوا الحساب كم عشان ادفع عشان يقول مدفوع. شو مدفوع؟ ادفعوه. من يدفع؟ شقيك ولا اوراق؟ يقول نادي الاهلي يدفع. اخ كان اذكر المبلغ 1080 دينار اذكر. فاستفاجئت يعني انصدمتها مو شغلهم يعني انا اللي طحت مو. نعم. فهذه هذه هذه اللحظه لا تنسى امانه. ومش نعم. واشكر النادي الاهلي وما زلت انا صديق حتى رئيس نادي الاهلي خالد كانو وجه له تحيه. نعم. واليوم اليوم داق علي متصل علي تخيل يعني. نعم. سبحان الله سبحان الصدق. الله يسلمك. نعم. اذا يعني هذه تجربتك في النادي الاهلي ابو فهد، هل هي افضل تجربه في تاريخك المهني على مستوى لعبك كره السله من وجهه نظرك؟ اي نعم. نظرا لظروف الظروف الاحترافيه الموجوده. نعم. بالنادي مع ان احنا مو محترفين، لظروف الاهتمام الكبير من الاداره واحترام اللاعب بشكل كبير. نعم. والحب بيننا يعني.
هذه مباراة لا تنسى، المباراة الأكثر مباراة لا أنساها في حياتي، لأن هي بزوق نجم فيصل بروسلي. كان عمري وقتها 17 سنة ألعب، كان اتحاد الكويتي لكرة السلة في سنة 79-80 الموسم هذا، يقول لك لاعب تحت 17 يستطيع أن يلعب في الكأس فقط وليس الدوري الرجال درجة الأولى. يعني أنا إذا مستواي أهلني ألعب دوري رجال ممنوع. أنا كنت ألعب 17 وتحت 20 ودرجة أولى الكأس، ثلاث مراحل كنت أتمرن 4-6، بعدين يقولون لا تروح البيت تعال تمرن عندك الحين من درجة أولى من 6-8. فكنت أهلك وراي دراستي، بس كنت أضغط أضغط أضغط، واللي صغلني أكثر هو التمرين هذا. واشتراكي مع لاعبين أكبر مني سن، أقوى مني بنية، أقوى من أكثر مني فكر، هذا خلى